مرة إذا نلاحظ لما بنقرأ القرآن بتظهر نبي في مواجهة سلطة على رأس الملك فرعون، وزراء، شيك، جيش، سحرة، سحرة بدعموا النظام. ما هو اليوم في سحرة بدعموا النظام، خصوصا في الإعلام على فكرة. النظم الفاسدة على فكرة ما هي بتشتري السحرة هذول. اليوم هم السحرة بمارسوا السحر عن أي طريق، اللي هو مسح الأدمغة، يعني مسح الأدمغة. كم بقول لك صحافة، إيش صحافة؟ أكثر الصحافة منحطة، أكثرها مشرية مباعة، فيش ضمائر، مش يكون في صحفي ويزعل. لا، احنا بنتكلم غالبا لانهم بيحاولوا مرات قال يعملوا انه يعني صحف، ايش صحافة؟ يعني بايع حاله، بايع فكره، بايع قلمه. وينهم اللي يعني مش بايعين؟ قلة. لا مش كلهم. وين اللي مش بايعين؟ هذول شو مهمتهم؟ أيوة، هذول مشان يمسحوا أدمغة. سحرة من نوع ثاني، سحرة من نوع ثاني موجودين دائما، مشان ادفع أنت وإحنا من ضلل البشر. طبعا هذول مسؤوليتهم ضخمة، لأنه شوف يعني ممارساتهم في تضليل الأمة. واليوم العلم تطور ما يسمى بمسح الأدمغة. كيف إحنا يعني نمسح أدمغة الناس وندخلها الأفكار؟ كيف نشككها وكيف نخلي معنوياتها مضروبة؟ أو تفاصيل طويلة. مجرمين هذول لازم يتحاسبوا أكثر مما يتحاسب الحكام، أكثر، لأن هذول جنوده اللي بيضللوا الملايين. هو بيضلل الملايين الحاكم عن طريق مين؟ عن هذول اللي بدهم يكونهم حصاني. قال يعني فاسدين وبدهم حصانة، بايعين وبدهم حصانة، بتآمروا على أممهم كمان، على أممهم.